العقد الفريد. أردت بكتابي هذا أن أجمع من آداب العرب وفنونهم وحكمتهم ما لم يجمعه كتاب من قبل، فيكون أعظم ما خرج من أرض الأندلس بين الكتب، ويسمى بحق العقد الفريد. أحمد ابن عبد ربه القرطبي. الأداء التمثيلي: أحمد مرعي، فريدة مرسي. التأليف الدرامي: عبد المنعم شميس. الإخراج: أحمد عبد الحميد. ذريني للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وتلقى ذا الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير. أحمد، ماذا جرى لك؟ هل تبحث عن المال؟ ليس المال في ذاته يا سلافة، المال في استخدامه. قال عبد الرحمن بن عوف، وهو من العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وكان من كبار الأغنياء، قال: يا حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. ولكن يا أحمد، هل للمال فضل؟ قال بعض الحكماء: المال يوقر الدني، والفقر يذل السني. ألم تسمعي حكاية الأعرابية؟ يا أعرابية، ما رأيك في 100 من المعز؟ عز؟ و100 من الضأن؟ غنى؟ و100 من الإبل؟ منن، ولكن أين هذا كله؟ هذا هو خير المال. كيف يا أعرابية؟ يا أخ العرب، خير المال ما أطعمك لا ما أطعمته. وألطف من هذا حكاية معاوية مع أعرابي. يا أعرابي، أخبرني عن أفضل المال. يا أمير المؤمنين، دعني حتى يختمر الكلام في صدري. ومتى يختمر؟ الساعة. أنت سألتني عن أفضل المال. نعم. أفضل المال نعجة صفراء في روضة خضراء. ماذا؟ وأين الذهب والفضة؟ هذان حجران يصطكان يا أمير المؤمنين. ظريف هذا الأعرابي الذي تمنى أن تكون له نعجة صفراء ولا يكون له ذهب وفضة. للناس في المال أمور وأحوال. نظر عبد الله بن عباس إلى درهم بيد رجل فقال له: إنه ليس لك حتى يخرج من يدك. يريد أن ينتفع به حين ينفقه. الحمد لله ليس لي نشب، فخف ظهري وملني ولدي. من نظرت عينه إلي فقد أحاط علما بما حوته يدي. ثم ماذا؟ المال يستعبد الناس في بعض الأحوال، وهذه حكاية رجل من الأغنياء دخل بستانا له.
تترك هذه التمرة ساقطة على الأرض؟ يا سيدي، هذه تمرة واحدة تلتقطها بيدي. يا رجل، تمرة إلى تمرة تصبح تمرات. هل تريد أن تبدد مالي؟ استغني أو مت، لا يغررك ذو نسب من ابن عم ومن عم ومن خالي. كل النداء إذا ناديت يخذلني إلا ندائي إذا ناديت يا مالي. يا أمة الله، تعملين ولك كل هذا الجمال؟ قدر الله، ماذا أصنع؟ ومن أين معاشكم؟ هؤلاء الحجاج نسقيهم ونغسل ثيابهم. وإذا ذهب الحجاج من أين تعيشون؟ يا رجل، لو كنا نعيش من حيث تعلم ما عشنا. غلبته هذه الأعرابية الحسناء. هؤلاء قوم ملأ الإيمان قلوبهم يا سلافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وأمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كان كمن حيزت له الدنيا بحذافيرها. صدق رسول الله. الغني من استغنى بالله، والفقير من افتقر إلى الناس، وهذا هو ما جرى بين عروة بن أذينة وبين الخليفة عبد الملك بن مروان عندما جاء إليه عروة في رجال من أهل المدينة إلى دمشق. يا عروة بن أذينة. نعم يا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. ألست القائل: وقد علمت وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم يأتي يأتيني، أسعى إليه فيعييني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. نعم يا أمير المؤمنين، أنا قلت ذلك. وها أنت قد سعيت إلينا. وماذا فعل عروة بن أذينة؟ خرج من فوره وعاد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا فعل عبد الملك بن مروان؟ أين عروة بن أذينة؟ لا أعلم يا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. كيف لا تعلم؟ خرج يا أمير المؤمنين. خرج بغير إذني وأنت واقف يا حاجب أمير المؤمنين؟ وماذا أصنع يا أمير المؤمنين؟ تذهب إليه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل إليه 1000 دينار. أمر أمير المؤمنين. يا سيدي عروة بن أذينة. ها؟ من أنت؟ أنا حاجب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. وما الذي أقدمك علينا؟ أمر أمير المؤمنين، وهذه 1000 من الدنانير بعث إلينا بها. قل لأمير المؤمنين إن الأمر على ما قلت، أنا أسعى إليه فيعييني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. الله، قول جميل يا أحمد. وفي كتاب الهند: لا ينبغي للملتمس أن يلتمس من العيش إلا الكفاف الذي يدفع به الحاجة عن النفس، وما سوى ذلك إنما هو زيادة في تعبه وغمه. يا سلام. وقالت الحكماء: أقل الدنيا يكفي وأكثرها لا يكفي، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذ ترد إلى قليل تقنع. عرف هشام بن عبد الملك هذه الحقيقة في اللحظة الأخيرة
كما عرفها معاوية بن أبي سفيان من قبل. كفى بكاء من حولي، كفى. عافاك الله وشفاك يا أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. جادلكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء، وترك لكم ما جمع وتركتم له ما عمل. يا أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك، ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. أمر عجيب يا أحمد. بريق الذهب يا سلافة، بريق الذهب. أظهروا لك دنيا وعلى الدينار داروا، وله صاموا وصلوا، وله حجوا وزاروا. لو بدا فوق الثريا ولهم ريش لطاروا. الله الله، هذا خير ما تختتم به كلامك يا أحمد. وغدا يا سلافة لنا حكايات وروايات. غدا صفحات أخرى من العقد الفريد. عبد المنعم شميس، أحمد عبد الحميد.